جامبيك كأنه نحن ضعنا، ما هيك؟ يعني من شوي قلت إنك بتعرف الاتجاهات ومع هيك ضعنا، فهمني ليش. ممكن أكيد بكرة حيلاقونا فرق الإنقاذ تحت شي شجرة وعلينا طحالب إذا ما أكلونا الدياب. آه أوتي عن جد أنت فظيع. لبين ما أحكي مع حدا يجي ياخد السيارة أنت فوتي على الأوتيل، تمام؟ ماشي بطل. هلا دوركم؟ ايه دورنا. دورنا. مرحبا يعطيكم العافية. أهلا وسهلا يا أنسة. شكرا لك. بدي أحجز عندكم جناح لاجتماع السيد جان ديفيت. تكرمي يلا ثواني. جان ديفيت؟ رح ينزل بهذا الأوتيل؟ إيه بس مين حضرتك؟ أنا بكون فوتون تاش، أنت مساعدة جان ما هيك؟ إيه أنا بكون مساعدته. على فكرة أنا شايفة صورك بكتير مجلات بس والله بصراحة ما كنت متوقعة أنك حلوة لهالدرجة. بظن أنه إقامتك هون خلصت وعم تسلمي ما هيك؟ إيه بنصحك تسلمي فوراً وتخلصي من الزحمة. أنا بوصل لك سلامك لجان بيك حبيبتي. لو سمحت مشيها للآنسة فتون بدوري. لازم تروح لأنه بس ثانية هلأ فوراً بتلغي التذاكر أوكي؟ بدي ضل هون اليوم. أنت شو عم تعملي فتون؟ جان ديفيت هون رح ينزل لك. هاد جان ديفيت ولي على قلبي رجولة ذكاء وغنى وأعزب كمان. فهمتي هلأ يا روحي؟ إذا بتريد خليوني يرجعوا الشنطي رح نضل هون اليوم. تكرمي يا كيف طالعة؟ كالعادة بتاخذي العقل. ليكي لا تنزلوني. يعني لا تواخذيني بس متأكدة إنه صحتك منيحة؟ طبعاً أنا ممتازة. لأنه مبين التعب عليكي ومخطوف لونك، حتى إيديكي مصفرين ليكون فيكي شي وأنتي ما بتعرفي. شوفي الفرق بين لوني ولونك. لا تصدقي، لا شايفتك بتجنني وكتير فريش مثل العادة. يعني ما هيك أحكي مع قسم السبا وخدي لي موعد فوراً. جنبك قديش رح يبقى؟ أسبوع يمكن، معك وقت بتشوفي قد ما بدك. شو بكري ها؟ شوفي. ولا شي. جان بيك اللي سويناه راح على الفاضي. فتون من شوي مشيت من الاوتيل وبتسلم عليك كثير، ما عاد في داعي نضل. لا لساتها هون، لانسى فتون جوا بالاوتيل، غيرت رايها، هدول الشناتي إلها. معناتها رح فوت. السويت جاهز يا بيك. شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي فوت فورا على الحمام، مو طايق ريحتي. هاتن لقلك، هات المصاري. ليش؟ طالع لك تسأل مشان تتعلم ما تحشر حالك بحديث ما بيخصك. انت ما بتستاهل. ليش ما باخد تيابه وبهره؟ والله فكرة فظيعة. لك هذا الوشم مو ألباتروس؟ اللي واشمه طير ألباتروس؟ لك العمى شو خطر لك؟ هذا الوشم صار له زمان ريهام، شبه؟ واشمه من زمان؟ إذا هيك معناته مجرد صدفة مو أكتر من هيك. صراحة يعني مو معقول تكون صدفة عادية وبس. لازم تحكي مع فتون، حاكيها وخدي منها موعد. ايه طبعا، بس انا بالاول رح اخذ ثيابك لنضفهم تنظيف على الناشف بيخلصوا اسرع. بدي فوت الدواش على السريع، يعني ما فينا ننظفهم نحن بشي فرشايه او شقفه مبلوله او هيك شيء مثلا، بخاف يتاخروا فيهم وما بدي استنى. لا ولا يهمك، ما رح يتاخروا كثير، اساسا فتون في عندها شغل وبدها ساعتين تقريبا، ولبين ما هي ترجع بيكونوا صاروا جاهزين. اذا هيك تمام، خديهم بس بسرعه. ايه طيب ماشي. لا تضل مثل زيوس واقف. روح الدواش يلا. خلاص عندي. يعطيك العافية. أهلين. قديش بدهم هدول 306؟ بيكونوا عندك بعد ربع ساعة. شو؟ ليش مستعجل؟ نظفهم على مهلك، أنظف إذا على مهل. لازمين هدول التياب المسا. لا تاخدهم قبل.
مرحبا، الآن سيفتون طلعت على الغرفة؟ عم تساوي مساج. طيب ممكن تخبريني أول ما تطلع من جلسة المساج؟ ما فيكي ما؟ ما مشكلة، معناته أنا برجع لأشوفها. شكراً كتير. وينك أنتي؟ بأقوى، بتعرفي في أكشن على طول. يا الله، شو عم تعملي هنيك ريهام؟ احكي. هاي ريهام، إمتى رح ترجع سلميني عليها؟ قولي لها بيسلم عليكي. زبرجد مو؟ لا مو زبرجد، لا يلا كملي. طيب جان بيك جابني معه على أوتيل، وما فيني فوت على الغرفة هلا لأنه هو من دون تياب. العمى شو؟ مرة أنتي ومرة هو؟ شو اللي عم يصير معك؟ لك جان بيك بده يبيع الشركة، هذا هدفه هلا، بدي حاول بأي وسيلة إنه أعمل شغلات تمنعه. ولك حتى فتون تاش ما عم تفكر بالشغل بنوب، عم تفكر كيف بدها تطبقه. جيهان لو تشوفي هالبنت ما أجملها، بتعرفي عرضت أزياء طبيعي بس محسوبتك، أخذت له تيابه لجان بيك كلياتهم على التنظيف وهو مو لابس، وإذا مو لابس فهميني شلون بده يطلع من الغرفة وهيك. لك لا شوفي شبكي. ألو ألو شو الموضوع؟ شوفي جيهان شوفي والله خوفتيني. هلأ وقتك حل عني يا ما دخلك. جان بيك ثيابك. أيوة. تفضل خدهم. باخدهم أنا. طيب استناني بس شوي. ماشي. ما بيستاهل مصاري. بيستاهل معذب. شكراً كتير يا بيك. تفضل جان بيك. يعطيك العافية، أنا حقلبس. خد راحتك. هاتن. ليش يا خانم؟ المصاري اللي شو بدك فيهم؟ أحيط. شو هاد يا؟ ما تعذب حالك، أنا برد. لحظة، ألو؟ مرحبا جان بيك، معك رولا مديرة أعمال فتون تاش. فتون خانم عرفت أنك بالأوتيل وحابة تعزمك على فنجان قهوة، شو رأيك؟ أكيد بتشرف، أنا أجيت لهون لقابل فتون خانم. أنت بتحب؟ جاي مشاني جاي مشاني. بيخلص شغلنا بعد شي ساعة تقريباً، وأول ما نخلص منتصل فيك، أوكي؟ طيب أنا بانتظار تليفونكم، تمام؟ تمام، منشوفك لك. يس، يلا خلينا نلحق. ما توقعت يتصلوا فيني هنن، عن جد برافو عليك ريهام. أنا رح روح أشرب لأنه نشف ريقي. شو مطول لتخلص؟ لسه شوي، في أسئلة كتير عم جاوب على اللي بعرفه، بس إذا ضل وقت برجع على بقية الأسئلة. جيهان ما دخلني بالضرائب، لشو بدي جاوب عليه هون؟ شوف، بيسموها استمارة الزباين، تمام؟ بس الزباين يعبوها، بصير بعرف عنهم أكتر وبقدر حللهم مشاكلهم. ورجيني، ليش تركت هون فاضي؟ السؤال عن جواز السفر وأنا ما عندي، وبعدين أنت بتعرفي عني كل شي، صرنا 20 سنة وشنا بوش بعض كل يوم. زبرجة؟ أنت بتحب ريهام مظبوط؟ لك شو هالسؤال؟ أكيد وبموت فيها كمان، لك أنا على قد ما بفكر فيها بحس راسي رح ينفجر. أول قاعدة معناها اسمع، ما بتعترض بنوب. والقاعدة الثانية لما جيهان بتقول شيء بيكون في مبرر عندها، والقاعدة الثالثة كل اللي بتقوله جيهان بيكون مظبوط. والقاعدة الرابعة إنه الدفع كاش. وحتى مني معقول؟ تفضلي. وهلا فينا نقول اتفقنا. اتفقنا لكان احلى كوتش بالكون كله. خليها لبعدين. تمام يا بيك، انا ما بحب اعطيهم كل شيء من الاول. ما بتعرف شو بصير. دخلك شو مطولين هدول؟ والله علمي. عفوا، ما بظن. بدي اتصل تليفون بس كانه ما في تغطيه هون. وين في تغطيه منيحه؟ ما بعرف وين. خود. والله مرات بتكون منيحة ومرات بنوب، ما بعرف وين بتكون منيحة هون. يسلم، واستفدت منك كتير. بس هيك كتير؟ فهمت عليك. بس يعني مثل ما قلت لك، نحن لازم نعمل شوية تعديلات بديكور البيت. ألو؟ قبل ما يجوا الجماعة. أمير بيت؟ خليكي معي. عفواً مدام، بس ثانية بعديلي. ألو؟ ألو؟
شو بكي؟ لو سمحتي روحي لبين ما خلص مكالمتي بس، شكرا كثير لإلك. شو قليلة زي. الو؟ لا مو انتي امير بيك، ليك انا منعته لجان بيك من انه يلتقي فيها، اي بس المشكلة مديرتها حكت معه وانا ما عاد فيني سيطر على شيء هلا. يمكن ارجع سيطر. لأنه خطرت عبالي فكرة وإن شاء الله رح تزبط معي. الله معك. لا تواخذيني، عادي عادي. لا بكل صوره ما في ولا بنت معه. أفريقيا والمصايب اللي فيها، وفي عنده صور للمهاجرين وصور للطبيعة، واثقة إنه هالشاب سينجل. أنا مو مصدقة لهلأ. لك الشاب عم بيقول إنه إجا لهون بس مشان يشوفني. بتوقع ما قدر ينساني. كيف يعني؟ ليش أنتو من قبل تقابلتوا؟ يعني إيه، بأوروبا وبأمريكا أكتر من مرة صدفته. هو ما حكى معي بس برأيي متأثر فيني. عالمتأثر. لك فتون؟ مو هاد جان ابنه لرجل الأعمال صاحب الوكالة الإعلانية؟ إيه هو. شو فيه يا رولا؟ لك عم تسأليني شو فيها؟ مو حضرتك اليوم لغيتي اتفاقك مع هذا الزلمة؟ آه بس لحظة فهمت، بظن إجا لهون مشان يقنعك، مو هيك برأيك؟ والله يمكن مو هيك. هاي الأمور مو كتير مهمة عنده، هو فنان مشهور بالتصوير، يعني عظيم، مو بحاجة حدا. هو طول وقته مسافر، بيجي على اسطنبول يومين بالشهر. ممكن بس أنا بظن رح يحاول يقنعك بالشغل. يعني إذا جاي مشان يقنعني بالشغل خليه يقنعني. نحن شو خسرانين حبيبتي؟ طبعاً بنوبه خسرانين. يا الله ليش هيك رولا؟ حاسة إنه إيدي من هون سمنانين شوي، ما بعرف ليش اليوم حاسة إني سمينة وبشعة كتير. معقول زاد وزني؟ لا أنتي شلون بتقولي عن باربيتي كلام مانو مزبوط؟ ورجيني. بتاخدي العقل والله، أنتي ما في بجمالك، أنتي فتون أهم عارضة بالكون. لك يا جيهان يا جيهان، بس فهميني على الأقل وين أخذتيني. والله صرنا بعاد عن البيت كتير، عن جد خوفتيني. لهلا ما بعرف ريهام وين ولا شو حكيتوا على التليفون، من حقي أعرف. المعلومة سر لوحدة رفيقتي، يعني استشارتك ما بتتضمن هيك شيء. اللي أخذتيه مني مقابل شو لكان؟ مقابل الطريق لقلب ريهام. عن جد عم تحكي؟ أه؟ وأخيراً فهمت معناها. قليلي أنا شو لازم ساوي؟ رح نحل مشكلة إيدك. هنن بيضلوا عرقانين وريهام بتقرف كتير من هاي الأمور. جيهان مو بس أنا، هاي مشكلة كل العالم. هاي إيد وبدها تعرق، ليش عرق الجبين منعتبره مقدس وعرق الإيد بدنا نقرف منه؟ أنا بحب حالي وكيف ما كنت كون. بس أنا وريهام مو معجبين فيك، لازم تتغير. لك شو قلت لك أنا؟ الاعتراض ممنوع، أساساً وصلنا. لوين وصلنا؟ إيه؟ سكيني بيوتي؟ شو يعني؟ سكيني بيوتي؟ سكيني بيوتي جمال البشرة، رح أعمل لك تجميل، اترك كل هاي الأمور علي. شو؟ بعرف شو بيعملوا هون، مش الحل واحد مصاري. إيه بس بتطلع أحلى. ليكي شو كاتبين؟ عناية بالبشرة قال. من لما وصلنا وأنا عم فكر بهاي الأمور، شوف الكراسي والكنبايات والموبيليا وكل هدول الشغلات. يعطيك العافية. الله يعافيك. طلعي على الزهور يلي جنبك، برأيك مين اللي جايبون؟ هدول مصنوعين خصوصي لهذا المكان، بتعرفي هذا الشيء؟ شوفي قديش في لوحات غالية على الحيطان، هذا كله مو حقه مصاري، من وين جابوها برأيك؟ اه؟ جابوها من فاتورتي أنا وغيري، لك أنا بعرفهم منيح، هاتي لشوف قليلي كلامي مزبوط ولا لا؟ طبعاً مزبوط شي أكيد، أنا والهبلان يلي مثلي. لك قديش أنت بخيل زبرجد، والله مو مصدقة، العمى ما أبخلك، أنا كل هذا الشيء عم ساويه كرمالك. لك اعملي كرمالي شغلات تانية، غيري صورتي بعيون ريهام مثلا وخليها تحبني، ما تضيعي وقت على ايدي. واذا بيعرقوا شو هالمشكله يعني؟ عادي يمكن لانه شوب عم يعرقوا. ايه بجوز شوب، والله شوب. اهلا وسهلا. شكرا. اهلين فيكي دكتوره. اهلين. بلاها. تحياتي. واضح انه انت المريض صح؟ بنوب انا ما فيني شيء، مثل الحصان كل القصه، ايدي بتعرق كثير. ما تشيل هم ابدا، نحن بنقدر نحل لك مشكلتك باقل من 10 دقائق، نستخدم البوتوكس لهيك حالة. اه بوتوكس قلتيلي؟ ايه بالبوتوكس طبعا طبعا. بس شو يعني جيهان؟ البوتوكس هو مادة نحن بنستخدمها منشان يمنعوا تعرق الايدين. ما في داعي تشرحي له، هلا رح يشوف كل شيء وقت يفوت لجوا. طبعا بعدين انا واثق من خبرتها. ايه موزو شوف انت رح تقعد هون، تفضل خذ هاي المجلة تسلى فيها شوي لبين ما اروح وارجع. تمام. معلش لحظة لو سمحتي. أركي بتحاولي معها مشان تراعينا. معلوم رح حاول معها، لكن شو انت روق
إذا غالي ما تقبلي، أنا عم أتعب بهدول المصاري يا جيان. لا تواخذيني بعتذر دكتورة. شوفي صديقي عنده فوبيا من الإبر، يعني بغيب عن الوعي إذا شاف إبرة. حابة أعرف إذا في شي طريقة بتستخدموها بالعادة منشان المريض ما يشوف الإبرة، في هيك شي ولا صعبة؟ بعتذر منك لأنه البوتوكس مستحيل ينعمل غير بالإبرة، ولهيك ما فينا نشتغل للمريض من دون ما يشوفها. بده يشوفها إجباري، معك حق. ليكي جيهان، تعي شوفي شو كاتبين. الأشخاص الذين يعانون من آلام الحب يعيشون لفترات أطول. أنت معناته من المعمرين ها؟ إيه. بالمناسبة أنا المدربة الاجتماعية تبعه، اسمي جيهان. شرفت فيكي. نحن زملاء يعني. شو فينا نبلش له بالبوتوكس فوراً ولا في شي مشكلة؟ أبداً ما في مشاكل، فينا نبلش فوراً. حبيبي حاج تطلع حواليك، هالكافيه تابع للجامعة، مين اللي رح يشوفنا؟ الوضع مو سهل، خايف أخي يشوفنا سوا. بابا بيشوفني وأخي بيشوفني، وبعدين معك، معقول أنا مصيبة لهالدرجة؟ إيه بس أنت أجمل مصيبة شفتها بحياتي. أمير بكفي، ما عم نقدر ننبسط بعلاقتنا بسبب الشغل ومشاكله. خط فتون لساته مقفول. ألين؟ عن جد أنت قديشك طموحة؟ وقت تفكري بالشغل بيضيع عقلك. بزنس وومن ناجحة هيك بيسموني. اللي ريهام ما خبرتك شي؟ خطه مقفول. ما تخاف ابدا، اكيد فتون رح ترفض طلبه لجان، متاكده. بعتذر منك كتير. جان بيك بعت معي هي لحضرتك، رح يروح جولة بالقارب وبدو ياك تكوني معه. ايه تمام، بس انت مين؟ انا بشتغل بالاستقبال بهذا القسم، بس المدير قال لي حطي كمامة لما شافني مرضاني وعم اسعل. ايه طيب يلا يسلموا يسلموا. لك رولا سمعتي؟ قال انا وياه رح نروح مع بعض جولة بالقارب. ورجيني. ماني عم صدق، معناها اجى لهون ليعترف بحبه الي اكيد. طولي بالك. عم قلك هيك مشان ما ينتزع الماسك تبعك. ايه صح. يلا يلا بدي روح معك كمان، ماني تاركتك لحالك، بتفرج عليكم بالسرقة. ماني على صدق يا رولا، انا وجانو بالقارب كمان. يلا بسرعة. قلت لها اني بوثق بخبرتها. ايه بس اذا بدها تشربني حبوب كنا بنجيبها من الصيدليه وبيمشي الحال. قلبي عم بيقول لي انه رح ينصبوا علينا، شو جابنا على هذا المكان؟ انت قديش بتشيل هم المصاري؟ ما تعبت موزو؟ كل شيء جاهز، صار فينا نبلش. الفريق جهز الغرفه، لو سمحتوا تفضلوا لجوا. طبعا بالاول تفضلي انت دكتوره. انا رح اقوم. تعال. لا جيهان تفضلي، ما بيصير من بعدك. بس رح حاكي كلمتين، تفضلي. موزو شو يعني خوف؟ يا ربي. انت لازم تواجه خوفك، البوتوكس بينخاف منه هلا. مو خايف من البوتوكس لانه اساسا ما بعرف شو هو، بس انا بخاف من العيادات بشكل عام وبتحسس من ريحتهم. فيك تفهمني بالضبط شو هو الشيء اللي كتير بتخاف منه بالعيادات؟ بخاف من الفاتوره العاليه، هدول العيادات بحسهم مخصصين للاغنياء لانه بينصبوا فيهم كتير وبيدفع الواحد يلي فوق واللي تحته. اترك لي الفاتوره هلا، بدي اياك تاخذ نفس عميق. اسمع، نعمل البوتوكس اليوم لحتى ايديك ما هتعرق وريهام تصير تحبك، وبعدين تمسكوا ايدين بعض وتكملوا حياتكم. حامسك ايدها ونمشي ورح نعيش احلى عيشه. شو هالبوتوكس هاد؟ لك شي حلو كتير هذا اللي اسمه بوتوكس. مستعد كرمالة اعصر الحجر وطالع لمي لتشرب. وقفت على البوتوكس. ما هو البوتوكس؟ دكتورة تعي الوقت مناسب. يلا يا بطل بدنا نبلش. إبرة. دكتورة؟ نعم. المسكين غمي. شو رأيك طالما هيك نشق له كل الإبر وهو غمية؟ إيه بيكون أحسن. يلا. إيه.
ليش ما اتصلوا لهلا؟ إذا بتحب بدي أقول لهم على الغرفة، رح أتصل وأسأل عنها. يلا يلا اتصلي خلينا نفهم. آخ طيب. راسي. ألو؟ مرحبا، يعطيكم العافية. ممكن تعطيني غرفة الأنسة فتون تاش لو سمحت؟ طلعوا؟ طلعوا ما؟ عن جد عم تحكي؟ طيب شكرا كثير. ما أنا بالغرفة. قال لي طلعوا على البسكليت يعملوا مشوار. بسكليت معقول؟ إيه. قال إنه ما رح ترجع اليوم للمسا. المسا لترجع؟ لا هيك ما حيمشي الحال، شو عم تلعب معي هاي البنت؟ أحسن ما تلعب أنت بأمير بيك. العب بأمير بيك؟ جان بيك مبين إنه المخلوقة مو حابة تشوفك، ليش ما منتصل بأمير بيك يجي لهون ياخذ ويعطي معه ونروح نحن؟ بما إنه أجيت لهون ما بروح بلا محل القصة. من وين بدنا نستأجر بسكليتات؟ تعي تعي لنشوف. جان بيك، هلا معقول رح تلاقي فتون بغابة كبيرة مثل هالغابة؟ هالطلعة بلاها برأيي. طريق البسكليتات واحد ولهيك منلتقي فيهم هنن وراجعين. هيك انت بتشوف؟ البسكليتات اللي عندهم غريبة كتير، بس شو بدنا نساوي؟ ما في غيرهم. ليك من الأول ما فيني سوق بسرعة. عم فكر نتسابق. ما خرج. ليش وقفتي؟ ليك هالمكان مرة قريت عنه بالمجلة، فينا نوقف هون شوي بس؟ طبعاً فينا نوقف، قريتي عنه بالمجلة وما نسيتي مثل العادة ما هيك؟ بس ليك انتبهي لأنه هذا منحدر وكتير بخوف. ما يهمك. هي اسمها صخرة العروس، قال سموا الصخرة بهالاسم لأنه بتشبهها. أنت بتعرف قصتها مو هيك؟ لا ما بعرف شو هي، خبريني إياها، أنا بحب هيك قصص. أوكي رح خبرك. قال في بنت حلوة كتير بتعيش هون بأقوى، بس ولا مرة طالعة منها. وقال بيوم من الأيام في واحد غريب إجا على أقوى، هو قبطان ولف الدنيا كلها بالسفينة، ما في أقوى منه. وهو لهداك الوقت ما كان في عنده حبيبة، بس لما شاف بنت أقوى وقع بحبها وعشقها. طبعاً البنت حبته كمان، وبعدين قرروا إنه يتزوجوا بعض. القبطان طلب البنت من أبوها، بس أبوها ما قبل، قال ما بيعطي بنته لغريب أبداً، ولهيك قرروا يهربوا مع بعض. خلص بلاها، هلأ بتمل من القصة طويلة. شو هالحكي؟ ما رح مل كملي، حابب أعرف النهاية. وبعدين البنت الحلوة لبست فستان العرس وراحت على الشط ونطرت القبطان مثل ما اتفقوا هي وياه. إيه بس نطرت ساعات وأيام وهالقبطان ما كان يجي أبداً. البنت زعلت منه، بعدين قالت إذا ما رح أتزوجه يا بدي طير يا بدي أتحول لحجر، وبعدها تحولت لحجر. بتزعل مو؟ يعني هي مزبوط بتزعل. برأيي نمشي من هالمكان فوراً بلا ما نندم أو يصير شيء. بس لسه ما لقينا فتون. مو مشكلة، خليها هي تلاقينا، أنا ما عاد مهتم كتير، تعبت.
ننطر لتفضى، شو بدنا نساوي؟ وينك فتون خانم؟ أنا كتير دورت عليكي. آه كتير حلو اسمع هالحكي منك، وأنا كمان من الصبح كنت عم دور عليك ونطرتك وما إجيت على جولة القارب، زعلت من قلبي. الجولة مو على البسكليت؟ يمكن موظف الاستقبال غلطان، وأصلاً في كتير جولات بالأوتيل، معبى عندهم نشاطات، ملخبط بين الجولات شكله. تفضلي نحكي جوا. عن جد جوا؟ معقول تحكوا بالغرفة؟ احكوا تحت أحسن. يلا شكل تحكي. مساعدتك بتحب تتدخل بكل شيء. يلا ليكو المفتاح بعدولي. تفضلي فتون خانم. شكرا. قبل أي شيء شو بتحبي نشربك؟ أنا بفترة الديتوكس ما فيني أشرب شيء. ناديلي فتون بدون رسمية، ما نحن تقابلنا كذا مرة من قبل وأنا بناديلك جان. لك شو هالحكي هاد؟ لك شو هالحكي؟ يعني معقول ما تشربي شي عنا؟ على القليلة بجيب لك كاسة مي باردة، أكيد شوبتي وعرقتي. أصلاً شلون رح تعرقي بهالتياب هاي؟ تمام بشرب. جان بس كنت عم فكر إنه نقعد نحكي عن انفراد. طيب معناتها بنطلع على التيراس. رح جيب كاسة مي وإجي لعندكم. فتون ليكي أنا جايتي كانت لسبب. إطلالة السويت تبعك كتير حلوة. لا تقولي طولت، هي جبتها، ما بعرف إذا منيحة برودتها، إذا بتحبي فينا نفوت لجوا تقيسي البرودة على مهلك. هلأ ببين. منيحة البرودة، مناسبة كتير. إذا احتجتوا شي نادولي بيجي فورا. شكرا لك ريهام. ما بدنا شي بنوم. طيب معناتها رح فوت لجوا. هاتي لفوتها. مو ضروري خليها، فيك تروحي. يلا مهضومة هالصبية. ايه ظريفة. يا الله مو قدرانة اسمع، شو بدي اعمل؟ عن جد منيح صحفيين الباباراتزي مالن هون وشايفيننا، تخيل لو شايفيننا بهالوقفة. انت شاب اعزب يعني، وفوق هاد انت اشهر واحلى شاب بكل البلد، وانا اشهر عارضة ومحبوبة. المانشيت جاهز، هما ثنائي السنة. يا الله ايه عن جد منيح اللي مالن موجودين، فعلا معك حق. فتون انا بدي احكي معك بخصوص عرض الشغل اللي قدمته. أي عرض هاد؟ أنا بصراحة كتير حابة أشتغل معكم جان. ما رح أقبل باتفاقك مع أليم فتون، يعني هذا الاتفاق بدكم تلغوه. محتاجينك بالشغل لشركتنا، بدنا مساعدتك. لك ما عم أفهم شو عم يصير. الظاهر إنه مساعدتك مهتمة بالحديث. المهم شو كنا عم نقول؟ ما رح أقبل إلا تشتغلي معنا فتون. يعني بتتفقي معنا الصبح بالأول وبعدين بتتراجعي، وإنتي وقالين بتتفقوا. هالتصرف مانو مهني أبداً. قلت معنا بس شو قصدك يعني؟ الإيجنسي هي إنت فيها هلأ؟ يعني إنت صرت المدير؟ لفترة قصيرة. ما عم صدق، يعني أنا إجاني هذا العرض للشغل منك أنت؟ صدقني ما كنت عارفانة إنك المدير. إلغي الاتفاق مع ألين، أوكي؟ بس أنا ما فيني إلغي الاتفاق لأنه ألين عم تبتزني بشغلة. كيف؟ عم تبتزك؟ بشو عم تبتزك؟ بخجل أحكي بالموضوع. فتون احكي لي الموضوع، ما في شيء ما له حل. اصلا انا بستسلم لما تتطلع بعيوني وتقلي بدي اياكي، ما بقى فيني قاوم. طيب في صوره لي كنت سمينه، الحواجب كتير طوال، وفي شامه كبيره على وشي،
ايه وألينا عم تبتزني بهي الصورة. تخيلت منزلها على مواقع السوشيال ميديا، ساعتها رح يفضحوني يا جانب يفضحوني. سبقيها بخطوة ونزليها انت. كيف؟ نزلي الصورة ولا تخليها تبتزك. ما بعرف. وثقي فيني، انت حاملي الصورة تبعك واكتبي تحتها الجمال لمن يعرف رؤيته، أحب نفسي بكل المراحل. كتير رومانسي هالحكي، لك من وين خطرت لك هالفكرة الحلوة؟ ايه رح نزلها هلا، تحمست كتير. نزلت. الشبكة يا الله. ألو أمير بي، أمير بي. ألو ريهام، من الصبح عم بتصل فيك وعم يطالي موبايلك مغلق. ما سمعت، الشبكة هون كتير سيئة. شو قلت؟ لو تعرف قديش عم عاني بهالأوتيل. أنا بصراحة ما قدرت أمنع لقاء فتون وجانبي. شو عم تقولي ريهام؟ أنا ليش بعدتك؟ ما عم اسمع صوتك منيح، انت عم تسمعني؟ ليش هيك ريهام؟ انا ما طلبت تمنعي انه يشوفها. اي بس هي فتون دبقه لزقت بجانبك وما عاد خلتني اقرب عليه. شو حكوا؟ طيب فهمت انها كانت عم تقول حابه اشتغل معكم، بس بعدين ما عاد سمعتهم ابدا. حاولي تنزعي هاللقاء وخبريني اذا صار اي تطورات. تمام. طيب تمام. اوف، كيف بدي انزع هاللقاء؟ يا الله جان، عن جد أنا ما عم صدق إيش اللي صار. الناس حطوا لي 1240 لايك بسبع دقايق، شي كتير حلو. أنت عبقري يا جان. طلع إذا هيك خلص ما عاد في داعي إنك تشتغلي مع ألين. أنا وألين وقعنا عقد بصراحة، وبهالحالة بتعرف تقدر تعمل لي مشكلة كبيرة. شو العرض تبعك مقابل إلغي العقد؟ انتي شو بدك؟ خلص منحكي بالموضوع بعدين، بس في شغلة بدي اياها، انك انت اللي تصورني. هالشي مستحيل، انا ما بصور شي بخص الموضة ابدا. ايه بس هلأ الاحسن. ما في احسن منك انت، انا دايما كنت احلم. جبت لك غطا، خفت عليكي انه تبردي يا روحي. تعرفي على الغروب ببرد الطقس، مو ضروري تبردي. هيك منيح. ليكي شفتي؟ غابت الشمس وكاسة المي بتكون سخنت هلأ. ما بيصير، مشان هيك رح روح جيب لك وحدة بدالة. أولاً المي ممتازة، وثانياً هذا ماني بحاجته، أصلاً كتير شوب، فشكراً كتير إلك. يا الله شفت الشمس عم تغيب، فهيك خطر لي. أنا معي فقر دم، بفكر الكل مثلي بسرعة بيبردوا. أنا ما معي. يلا رح قوم لك. فكر بالموضوع على إنه بداية علاقة طويلة وحلوة، أنت وأنا. هلأ أنا فعلياً ما بيهمني اللي عم يصورني إذا كان أحمد أو محمد يعني، بس الشغل مع ألين حيكون أحسن. خلاص فتون، أنا وأنت أعمل معروف. إذا ما عم تفكر فيني فكر بالإجنسي وبشغلكم لو سمحت. لو سمحت. تمام تمام، أنا رح صورك. كتير حلو جان، حبيت. بدنا نحتفل بهالقرار على العشاء لحالنا المساء. أوكي. أي خلصنا بقى. في حريقة.
هربوا بسرعة. شو هربولي والمصاري اللي دفعناها؟ شو يعني راحوا مصارينا كلهم؟ امشي امشي اطلعوا بسرعة هربوا. شو صاير الحريق وين؟ الحريق شوفي وين الحريق عم يحترق. قولي هلا بيحترق الشنطة. كتير كتير خلينا نهرب بسرعة. هون انا بحملها. شو صار لك؟ انا اللي بحملها. اهربي ما في وقت. يلا بسرعة في حريق. قولي استعجلي لك احترق الاوتيل. يلا شو هالحريق هاد؟ ما عرف يصير غير وانا بالحمام. لك شو هالحظ هاد؟ مين شغل الانذار؟ ما بعرف عم يحترق الاوتيل. خلينا نطلع من هون بسرعة. يلا يلا بسرعة بنتي. بدك تاكلي؟ أيو لك أم باكل؟ أنا لازم أكل مع فتون مشان كمل حكي معه. إذا بدك اطلبي شي على الغرفة. ما عاد بدي. في مطعم هون حلو بدي روح عليه، قريت وشفت صوره بالمجلة، بدي روح أكل فيه. والأكل كله بحري عندهم لجرب حظاتي من البحر. الأوتيل عم يحترق. باي. مجديري بالك كتير وجعتيني. قلي لي ميرفت شو رأيك إذا صبغت شعري أسود ما رح يطلع أحلى أكتر؟ لكن اللون الأسود اللي هنيك كتير حلو. شو رأيك إذا صبغت شعري كله من هذا اللون؟ قولي ليكي حتى اللون الأحمر حلو كتير كمان. خديها اتعقلقي. لا أنا رأيي منصبغ نصه أسود، أو مثلاً منخلي الأطراف بالأحمر بيطلع اللون مثل النار بيعكس إحساسي دائماً. أكيد رح يطلع حلو ما هيك؟ أو خلصنا قومي لشوف. قربي راسك ارفعي معي. يلا قومي لهنيك. اي طيب لحظة، إذا قصيت شعري ما رح يطلع أحلى؟ شو؟ ايه عن جد؟ خليني قصة. هي بنتي أكيد جنت أكيد أكتر وراحة. ايه والله. وبتعرفي شو فينا نعمل كمان ميرفت؟ منصبغه باللون الأسود بعدين منقصه قصير بيطلع مثل شعر ماتيلدا. كتير حلوة الفكرة ما هيك؟ بلا ما ينقص. ليش؟ لأنه عم بتمري بحالة اكتئاب. قصدك أنا مكتئبة؟ لا أنا المكتئبة. اسمعي بنتي، لما بتكتئب المرأة بتلعب بشعرها فوراً، بتقص بتصبغ وبتخبص وبترجع على بيتها وما بيعجبها ودغري بتتضايق وبترجع لعند الكوافيرة وبتبهدلها. لهيك بدك ما تواخذيني ليلى، نحن كمؤسسة ما فينا نقدم لك هيك خدمة. انت من وين عم تجيبي هالحكي كله ميرفت؟ ما فيني شي، ماني مكتئبة، أنا كتير منيحة، شغلي ماشي واموري تمام الحمد لله، ما في عندي ولا مشكلة يعني. ما فيكي تخدميني ما؟ أنا أصلاً ما بدي هالخدمة منك. أنا جاي على الصالون لأسمع نصايح ومواعظ ولا لتساوي لي شعري عزوقي. دخيلك يا الله، أنا رح روح أحسن بنتي وببقى برجع لك المنشفة بعدين. وقفي شوي. ها وقفي. دايماً بيطلع الحق على الكوافيرة بالأخير. ليش صرختي وزعلتيها؟ ليش تضايقتي؟ أنا اللي مظلومة بهالقصة مو بنتك. خير شوفي ميرفت، ليش معصبة؟ شو بعرفني يا؟ إذا كنتي فاضية بدنا نجي أنا وموزو المسألة يزبط أضافره. مين موزو بقى؟ شبه خالي ميرفت، أنا موزو. شوفي ليش استغربتي؟ صرنا بهاي الأيام حتى نحن الرجال لازم نعتني بحالنا كمان، وأنا قررت من اليوم أشتغل على عنايتي الشخصية لحتى أتخلص من توترات الحياة اليومية، بعدين بدي صير مشهور كمان. أمك وينة؟ ليش ما عم تمرق من هون؟ خليني أشرح لك مرت عمي. أنا وأمي أجلنا زيارتنا لعندكم لفترة، بعدين جايين نطلب إيدها لريهام، ما رح نطول إن شاء الله، رح نرتاح شوي وبعدين بتلاقونا مثل القنبلة ببيتكم، ومن هون لوقتها طبعاً أنا وجيهان. أنا يعني أنا وياه عم نتفتل، منحرك جسمنا ونجي نعمل بديكور. رح نتفتل؟ يلا بالإذن. وسلمي لي على عمو نهاد. إيه أكيد بيوصل، الله معك زبرجة. لك لا تقول اللي بيناتنا. تمام بالغلط كنت رح أقول، مو قصدي. اسمعي لقلك. مظفر وجيهان صايرين كتير قراب من بعضن هالفترة، هاد شكله حينسى بنتك. تذكري كلامي، يضرب منه إله وسيرتها لبنتي ما تجيبيها أبدا. جانبيك انت
وقت شفتك ما تحملت. أنا كأني بحلم مو مصدقة. صح، هو حلم مو أكثر. شو عم تساوي؟ شو هالأحلام هدول؟ خلص قلني. صراحة أنا كتير مبسوطة، يعني هاللحظة ما تخيلتها حتى بالحلم. اتطلع، أنا وياك قاعدين هون ولحالنا. طيب شو رأيك نطلب شي؟ ما بدك تاكلي؟ أنا هذا عشاي لليوم، تعرف الديتوكس. صح، وأنا وأنا ما رح أكل لك، أنا رح أطلب كاس ويسكي. عفوا، تفضل. بدي كاس ويسكي دبل مع تلج إذا سمحت. تكرم. بهذا المشروب بيحطوا خيار وموز كمان، هي أهم المكونات لأنها مفيدة كتير. جامبي خير؟ على أساس تاكل مع فتون خانم صح؟ القعدة خلصت بكير، فيني أقعد؟ طبعا. شو عم تاكلي؟ شو طلع حظك من البحر؟ طلع سردين. هذا مو اسمه. بس ما بده سكين وشوكة، لازم يتاكل بالإيد. فيك تاكل هيك؟ إذا سمحت جيب لي وجبة سردين أنا كمان. تكرم يا بيك. مو شغلة صعبة إنك تروح تصور اللاجئين وتصور أطفال أفريقيا؟ لا، الواحد مع الوقت بيتعود. صراحة العيشة باسطنبول فترة طويلة بشوفها أصعب. عن جد بستغرب لما بشوف اهتمامات الناس ديتوكس وميتوكس ونسيانين، إنه في مشاكل أكبر. تعرف إني حابة كمل حياتي بجالاباغوس؟ جالاباغوس؟ إيه. حلو، جريئة. وليش بقى؟ الصراحة لأني شفت بالحلم أني حأستقر فيها وأقعد أكتب روايتي الخاصة. فكرة عظيمة، لازم تكتبيها. متحمس لأقرأ هالرواية. جالاباغوس هي مكان هجرة طيور الباتروس. بعرف. بتصيري مثل البنت الصغيرة وقت تخجلي. كيف قدرتي تضلي بريئة لهالدرجة؟ ما بعرف.
برد الجو، وأحسن ما ضلني حامل الجاكيت. حطيه هيك أطفالك. شكراً إلك. لما بقعد هيك بحكي أنا وياك بحسك رجال ما في منه. طيب شلون بالواقع أنت؟ شبني أنا؟ شو قصدك؟ ليش قلعت ليلى من الشغل؟ ريهام، أنا ما قلعت ليلى من الشغل، فحص اللابتوب تبعها طول مشان هيك. أي طبعاً، أنت ملاك ما بتغلط، بتساوي هالشغلات لمصلحة شركتكم بدون نوايا سيئة. لا تؤاخذنا. شو قصدك بهالحكي؟ فهميني، لوين بدك توصل؟ يحكي بصراحة. أنت مديري، لهون بدي أوصل. نحن ليش قاعدين هون؟ أنا فهماني نواياك وبعرف اللي بدك توصل له. نواياي؟ إيه، ما تواخذيني. من هلأ حتعامل معك عني مديرك، إيه؟ أيوة، يلا جايين، سيارة صارت جاهزة. ريهام وينك انت؟ ليش ما رجعتي حكيتي معي اليوم؟ ما قدرت امير بيك، جام بيك وفتون اتفقوا على الشغل، ما قدرت ساوي شيء. لا تواخذنا. شلون ما قدرتي ريهام؟ تعرفي نتائج هذا الاتفاق شو هي؟ اذا اخي زبط هذا الشغل نحن رح نخسر الشركه. انا ما بعتك لهنيك تتسلي، بعتك لتخربي له اللقاء. امير بيك، ما كنت عم اتسلى، كل الوقت فتون ملزقه بجام بيك، انا شو كان فيني اعمل؟ ريهام خليكي متذكره انا شو عملت لحتى ساعدك. تمام، بعتذر، معك حق. لا تواخذني، رح تقلعني ولا لا؟ طبعاً لا، بس ما عاد بدي غلط تاني بعد هلأ. تمام؟ تصبحي على خير. وأنت بخير أمير بيك، مع السلامة. إذا بدك أنا بسوق عنا. ما في داعي، بدفع المخالفة، اطلعي. ريهام، ريهام. نعم. وصلنا. لوين وصلنا يعني؟ وصلنا عبيتك. وكيف بتعرف بيتي وين بيكون؟ اتصلت امك وانتي نايمة ودلتني. جام بيك امي اتصلت وحكيته؟ خافت عليكي. يا حرام، لسه مانك عارفان الورطة اللي وقعت حالك فيها. تصبح على خير جام بيك. شكرا كثير لك. يلا عزبتك اليوم، لا تواخذني. ولا يهمك. مساء الخير، اهلا وسهلا. مرحبا وهيبه خانم، كيف صحتك؟ بخير شكرا لك، انت كيفك؟ انا منيح بنشكر الله. ما كان في داعي تعذب حالك وتوصل بنتي، عن جد شكرا. لا عفو، ما عملت شيء. مرحبا، انا جيهان. وانا جان، اهلا جان. ايه جان، جان. وانا انجي، قصدي انا جيهان. تشرفت بمعرفتك. مرحبا يا بيك، انا ميرفا، تكون جارتهم. كنت جاي وجايبت لهم فطاير. بدق لك وحده؟ بشو؟ باللحمه. ممتاز. لا انتبه، هاي الفطاير بتسمي. مو مشكله. شكرا.
مساء الخير ريهام. اهلا وسهلا فيك اخي، انا مظفر. مين بتكون حضرتك لحتى توصل بنت جيراننا الحلوه على بيتها بهالوقت المتاخر؟ انا جان، مرحبا. اوف، ايده عرقانه. إيه شي قريب. على فكره انت واقف مع اغلظ المخلوقات بالدنيا. مسخ لي ايدي. جان بيك هو مديري. مديرك؟ غريبه. معقول المدير يوصلك على البيت؟ والله شكرا جان بيك، طلعت انسان لطيف كثير ومحترم. انك كل يوم توصل الموظفين تبعك هذا شيء حلو كثير ومهم. يلا بكره بس ريهام تتزوج هيك بنكون عم نريحك من توصيلتها. خلص بلا مشاكل مظفر. طيب جان بيك، عذبت حالك ووصلتني لهون، شكرا لك. خليني وصلك على السيارة. تفضل فوت واشرب شاي معنا، يعني مو حلو تروح هيك. تفضل. بس لحظة جان بيك، انت تأخرت ولازم تمشي. جان بيك تعب كتير اليوم وعنا شغل بكرة، خليني وصلك. عم نستنى تشرفنا بزيارة. نورت حارتنا. تصبحوا على خير يا جماعة. جان بيك تجيب الوقت تاني ان شاء الله. شوف الوقت أبصر. شكرا كتير جان بيك، عزبتك. يعني كيف يوصل على البيت؟ شبكي. باي باي. لك وهيبة كبي وراه مي مشان يرجع. الفيلم تبع اليوم خلاص، كل واحد فيكم يرجع على بيته بسرعة. جيهان بكره بحكي لك شو صار معي اليوم. صباح الخير. مرفت صباح على خير. مرفت تعالي على البيت. يلا جاي اكيد انت رح تحكي لي كل شيء عن هذا الشاب. ما باي. اسمعي لقلي مين بيكونوا له. شو ناطرة خالة؟ يلا تصبحي على خير. جان بيك هاد شاب حلو ومحترم ومؤدب وكتير شخصية وغني كمان، شو الوضع؟ تصبحي على خير. وقفي شوي، طلعي فيني. اصحك مرة تانية تتأخري هيك، موتيني من خوفي. مو حاسة انك بهدلتيني؟ انا مو بنت صغيرة، كان عنا شغل بأقوى. طلعي بعيوني. امي لا تطلعي فيني هيك لاني بحس بالخوف. اعترفي، في شي بينك وبين جان بيك ولا لا؟ قولي. كيف يعني؟ لا، شو بده يكون فيه؟ ايه طبعاً، أصلاً لو كان في شي كنت استغربت. تصبحي على خير، أنا بدي نام. استني لسه ما خلصت حكي. ريهام. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. أنا برأيي زيد اللون شوي فوق عيونه بيطلع أحلى. جان بيك مرحبا، قالت لي لوريس إنك حابب تشوفني. أهلا وسهلا ليلى، تعالي نقعد هني. مرحبا دارين. أهلا. شو تشربي؟ لا ما بدي أشرب شي شكرا. ذوقي هذا العصير؟ لا صحة وهنا. أنا مزعوج بصراحة. فتشنا أجهزة الكل وكلها نظيفة، الوحيد اللي عذبنا هو لابتوب بيك. بس والله يا بيك أنا ما دخل. ليلى، في إيميل انبعث لقليم من جهازك، في ميزانيتنا ومشاريعنا كمان، وبعدها تنزل برنامج خاص ونمسح كل شيء من عندك، كل التقارير والملفات اللي انبعتت عندي. أنا مالي ذنب. بعرف. أنت شو اللي بتعرفه؟ عملت بحث. لما انبعت الإيميل لقليم كنتي بعطلة.
إيه؟ وغير هيك ألين مبارح حاولت أنه تسرق مشروعنا الجديد، وأنت ما كنتي بالمكتب. باختصار أنت مو جاسوسة، بس هالشخص قريب منك كتير. ليلى، لمين عطيتي لابتوبك وقت عطلتي؟ جان بيك، هلأ صح أنه اللابتوب بأمانتي، بس أي حدا بيحتاجه فأكيد بيقدر يستعمله. أنا ما بقدر أعرف لأنه الملفات بتكون كلها مع بعض على الجهاز. تمام، لا تزعلي منها لأنه قسينا عليكي، فيك ترجعي لشغلك، بس إذا تذكرتي أي شيء خبريني فوراً، أوكي؟ تمام جان بيك، لا تعكل هم شيء. أصلاً أنا مصرة لاقي هذا الجاسوس أكثر من حضرتكم، وغير هيك أنا ما بحب زعل أمير بيك، وبكرة بس تعرفني منيح بتكتشف هالشي لحالك. إذا بتسمح لي بدي ضل دور على الجاسوس لحتى لاقي. خدي راحتك. منيح. طيب بقدر فوراً أرجع على الدوام؟ إيه بتقدري طبعاً. شكراً كتير إلك جان بيك، شكراً على ثقتك فيني. شوفك بالشركة من الإذن. أكيد. يعطيكم العافية. الله يعافيك. ريهام أنت هون؟ لك شو اللي جابك؟ ريهام، جان بيك عرف إنه مو أنا الجاسوسة، وافقني أرجع على الشغل من اليوم. إن شاء الله ألف مبروك. شو حلو هذا الخبر. يا الله، كنت كتير متضايقة لأنه انظلمتي بسببهم. مو مهم الموضوع، خلص أنا هلأ مبسوطة كتير وما عاد بدي أتذكر الفترة الماضية. ممتاز. حاطة من الحمرة تبعي مو هيك؟ ما فيك تضلي منيحة شوي يعني؟ دغري بتهستري. كم مرة بدي أقول لا تستعملي غراضي؟ رجع لورا. ايه كمان شوي. ظبط لي الإضاءة هنيك. ريهام، حتكوني المساعدة تبع فتون اليوم، بس بدك تتحمليها وتساوي اللي بتطلبه منك لأنه مزاجها معكر، تمام؟ أنا ما فيني أتعامل معه. شو قلتي؟ لا دارين خانم، ما في أي مشكلة، رح تهتم فيها أكيد. أوف، شو عم تساوي؟ حابة تتقلعي اليوم؟ طيب أنا ما بدي أكون مساعدتك. خلصنا. ريهام رح تكون مساعدتك فتون خانم. شفتها مبارح وبعرف مين هي. رح موت من الصبح، شوب كتير والدبان هلكني بكل مكان حوالي. ايه مزبوط، الدبان كتير هون. هلأ بلاقي طريقة كشو. ها وهي القهوة. عفوا منك حبيبتي فتون، هي المصاصات اللي رح تاكليهم وقت التصوير. بدي اكلها كلها؟ ايه تقريبا كلها. جان، شفت قديش عم بتحمل تعب وضغط كرمال الشغل تبعي؟ رح فوت سكر على جسمي بفترة الديتوكس. ايه شايف، لكن معقول ما انتبه. بس قولي لي ليش ما بتحبيهم؟ انا بحبهم وبحسهم طيبين كتير، صدقيني مميزين. هدول اورجانيك، نحن جايبينهم لك خصيصا. لهيك كوني مرتاحة، وبوعدك ما نطول ونخلص بكير. شباب، الميك اب بده تظبيط، في لمعة على الوش، يا ريت تشوفوها. ظبطي بسرعة. لك شو هاد؟ الريحة مو حلوة بنوب، شو هالريحة؟ شو عملتي ريهام؟ شو هالريحة؟ شو حاطة هون؟ شو هاد اللي عم يحترق جوا؟ بعدو هالدخان عني. شي بيلعي النفس، مو معقول. قلبت معدتي. شبكن عم بحرقوا شوية قهوة مشان كش الدبان. عن جد انتي وحدة مجنونة مو طبيعية. طولي بالك فتون، لحظة واحدة، حاولي تهدي شوي، نحن حنحل القصة. روقي، إذا عصبتي بترتفع حرارتك وحيخرب كل الميك اب تبعك. أنا مو قادرانة أتحمل. يا شباب تعالوا ظبطوا شعر فتون خانم لأنه بلش يخرب. مكياجي وشعري اتنيناتهم خلاص خربوا. يا الله رح موت من هالدخان. هلا وين رايحة أنت؟ شو عم تساوي؟ طيب جان بيك هي مزعوجة من الدبان. أنت اشتري وعبي بالدكان والبضاعة بتضل بخلقتنا. يا وهيبة اكتبي كمان. في 3 صناديق هوت دوغ معلب عنا.
يا الله منك يا نهاد، عم تجيب شغلات ما لها طعمه. يعني مين بالحاره رح ياكل من هالمعلبات الغاليه؟ انا باكلها وهيبه، ما بيصير. ناديت لك لتساعديني بالجرد، صرتي محاسبه وعم تنقي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير احسان؟ مرحبا. سمعت انك لهلا ما لقيت زبون يشتري منك الدكان اخي نهاد، صح؟ من لا يا احسان، مو مشكله. وانا هذا اللي جاي اقوله، هي اجتكم الفرصه لحالها. بما انه ما لقيت زبون للدكان، انا ممكن اشتري منك. قديش طالب فيه؟ 100,000 ليره. لا وقف، 100,000 و200 ليره ما رح نختلف على القصه. بعطيك 40,000 وجاهزين. 40,000؟ شو هالحكي هذا؟ لك البضاعه اللي جوا حق هديك الحسبه. معناتها ما بدي البضاعه، خدها انت اخي نهاد. انا بدي الدكان وبس. اسمع لك احسان، انت من وين دريت بقصه ال40,000؟ اختي وهيبه، انا في الي عصافير بكل مكان، بيجوا بخبروني مين اللي عليه ديون، وعلى الاساس انا بتصرف. قبل بمره قلت له لجوزك انا مستعد ادفع لك المصاري وتخلص من الدين، بس هو ما رد علي، ففكرت اجي اشتري الدكان. شو اعمل اكثر؟ نحن ما بنتعامل مع واحد بدين بالفايده. يلا روح من هون احسان. يلا الله يسامحك، انا اجيت اعرض عليكم مساعدتي مو اكثر، بس انتوا احرار بالاخير. اذا وافقت على ال40,000 رح يكونوا بجيبتك هلا ودغري، فكر منيح بالقصه. يلا فرقنا. يلا مستحيل ادفع قرش زياده، انتبهوا. تمام ايه، روح. اختي وهيبه، اخي نهاد، انا عملت اللي علي بخاطركم. احسان وقف. ها، كنت بعرف انه رح تغير رايك، رح تساوي زينة العقد. شو عم تساوي نهاد؟ مشان الله فكر شوي، معقول تعطي الدكان ب40,000؟ مشان الله لا تعمل هيك. اسمعيني شوي وهيبه، المفروض ما تنسي انه ديننا كبير ولازم نسكت الناس اللي عم تحكي علينا. ها اتفقنا، خلص ألف مبروك، المحل صار لك. ماشي، هلأ بورجيكم شو بدي أعمل، لأنه مستحيل أترك البضاعة لهالرجال. لك وهيبة؟ ليش لا أتركه؟ استني، شو عم تعملي حبيبتي؟ شو جنيتي؟ مشان الله روقي شوي. ما رح أتركن، أنا باخدهم كلهم. وهيبة شو بكي؟ شوفي مرفت تعالي شوي. شو هالحركات هاي وهيبة؟ شو عم تعملي؟ ناس كلهم اجتمعوا. يه تعي مرفت تعي. شو صاير معي؟ تعي خدي هالغراض، هدية خديهم، وبتروحي بتخبري الكل انه البضاعة كلها ببلاش اليوم. يلا سريع يلا. وهيبة اللي عم تعمليه هذا اسمه جنان. ايه صح نهاد بيك، انا جنيت. اسمع لقلك خير، اذا انت احسان المحتال فانا وهيبة والكل بيعرفني. يا ويلك مني، انا بورجيك. يلا البضاعة كلها ببلاش. كتير شوب وبعدين أنا برأيي هدول مناح، صح؟ إيه حلوين. استعجل. مرحبا، أنا راكان. لا تواخذني، ريهام. أهلين. بدنا نمكيجك أنت كمان. ليش تمكيجوني؟ لا، في سوء تفاهم، أنا موظفة خدمة هون. أنا فكرتك موديل تانية للإعلان بصراحة. أنا؟ متأكد؟ لا لا. إيه؟ عندي سؤال ممكن؟ طبعاً. دقنك حقيقية ما هيك؟ إيه أكيد، فيك تلمسيها إذا بدك. لا ما في لزوم، مبينة إنها حقيقية. قلي أنت كنت بحفلة التأسيس اللي صارت الأسبوع الماضي؟ إيه أنا كنت. طيب أنت كنتي؟ إيه كنت. كانت حلوة؟ صح. هلا وصل، ابعت لك اياه على الايميل. خليني اشوف قائمه العملاء قبل. طيب ممكن تعطيني رقمك اذا ما عندك مشكله؟ كنت قاعد بالمقصوره اللي فوق. انا شو بده يقعدني بالمقصوره؟ كنت بغرفه المكياج تحت. اذا مو انت الباتروس ليش لاعطيك رقمي؟ انا مو فاضيه، الباتروس هو همي. مين هاد الباتروس؟ متخيل انه فاضي اشرح لك هلا؟ ريهام تعالي شوي. نعم جنبك. ريهام انت هون لحتى تهتمي بفوتون. تمام انا عم اهتم، بس لما بتطلعي من موقع التصوير بتحكي مع يلي بدك اياه، انا مالي علاقه فيكي. يلا على شغلك هلا.
جامبيك ليش عم تحاكيني بهالأسلوب والعصبية؟ فيني افهم؟ بدك حاكيكي بحب؟ مو هاد قصدي، بس أنا تمام. يلا خلي عيونك مغمضين، طلعي لعندي وقربي المصاصة. ايه تمام هيك ممتاز، برافو عليكي. ضلت مصاصة واحدة ومنخلص تصوير. جيجي فوتون بدها تغير اواعيها. ايه تغيرون جيجي. يلا هاي الخلطة اللي طلبتيها، فيها ربع جزرة وربع افوكادو ونص شوندرة وقطعة اناناس واربع عواد بقدونس. شو هالطعمة؟ مو طيبة أبداً، بدلية وجيبي غيرها. حطي عودين بقدونس زيادة. لا بطلت، ما بدي خضار. اعملي لي شاي أبيض بدرجة حرارة 88 وبرشي لي قطعتين ليمون، ولا قلك قطعة واحدة مشان نسبة الفيتامينات تضل متوازنة. عم فكر حطلك كم عرق نعنع فيهم. أهم شي تكون 88 درجة، كأنه إذا كانت أكتر الأميرة رح تتحول ليقطينة. شو عم تساوي؟ جامبيك كنت عم قيس حرارة الشاي لفتون خانو. من وين جبتي هالتاج؟ هاد أنا عملته، بعتذر كتير. لا لا خليه حلو مو مشكله.